شيخ نعانك شيخ داق عبدي حسن ايا خطبه دي ما انت كسو قاتاي خطبه مهمه او تابعه دنيعه بدن مسلم كا قف كلي ولالكي ان او عداله سميو اسغو ارنكاس فافاهين اي waxa uu yiri الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ايها الاخوه في الله، اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى. الهي سبحانه وتعالى ايام هذله سيدنا الله صعنا اما انتي جوجتي وحينو كهذا لي اسبوعي هره بايدا ذا اي مهمة دا الا ذا هاي مدنما ذا ذاتك مسلمين تا وحينو مانتنا ان شاء الله تعالى كهل دونا غضية اما ينو رنك الروى على فنبر وهو شرعي اسلام كو يقانه العدل عدالة واه دقن وناكسن نفونا يجعليهين تدك تبرت دران الله هي انت اللي اذا تنوى امل يجدي ديلو اي في شان سياي قرم ذقوها الان قردر هذا اللقصة ميني وشيء يعني نولشو كما ارمينين ادوال بنا ايوباهن وحريرك حوجية ومدى شعبك هي مدحذوذ وأساسك رعيادة لقوه قاميو حقوق ذي ذنال لقو دور الله سبحانه وتعالى سوى الله ليا مدحذ مسلمين تا وحول لي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إله وحيد فريا إلى ذا ما نذا قارسيسان إدي إسكالا هيد مركا داتك كلا حكومة إسانا هذا عدالتك كلا حكومتان أيضا إله إله إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحال إلي وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل بالقسط إن الله يحب المقسطين. مركا داتك كلا حكومة إسو عدالتك حكم أو كوك على صار إلى يحج علي هاي دتك عدالة الصمية. وعن كنت المام النبي عليه الصلاة والسلام إمامك عادلك إن وجوه الرأي تضبضا مال أنت قيامه عرشك الرحمن ك الله ريني. وحانوا إلى رسولك عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وحاكب الأباء الإمام العادل صدق له وحديث صحيحة وإمام مسلم ورين أيه وكل شيء النبي عليه الصلاة والسلام إن المقصدين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين بولي النبي عليه الصلاة والسلام تتك عدالة السمية مدح ذا ومد ذا وحق صورته وعدالة ذا كشقيسة ما لنت قيامة من بره نورا أي كفر ديان أو مذكت الرحمن كا الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا بير نبي عليه الصلاة والسلام وقوة كحق صورة وعدالة الراعة مركي وحكومة يان هي مركي أهل كذا يعني وحويان مامولة يان هي مركي مامولة يان وحكا سولو ديبو إخواني في الله مع كسور كذا عدلقة وحل إلى الظلمقة إلهنا سبحانه وتعالى يفر بضن أي كتاب في القرآن كجو الرمي عقوبة الظالمين كوا الظلم قال لي ماذا هي قرد رضا وحيكون بين دونا نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كمعقل بن يسار رضي الله تعالى عنه كوري وحلاية ليس من والي أمة قلت أو كثرت مجرا مدح النقضة ومدن قيب كمدة أما هيا راتو أما هبطناته لا يعدل فيها كاسو أنو عدالة سمينين وأنو حق سورين إلا كبه الله على وجهه في النار وإلهي سبحانه وتعالى وجهه سوقره ذا النار وحديث صحيحة وإمام أحمد يغير كيبا يوريين سيداك الحديث لقى وري سعد بن عبادة أيا وحو لي النبي عليه الصلاة والسلام ما من أمير عشرة
إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة قف قوم ضي ذا طبعاً كمذا ما دحلوا قديقة وحوي من أيام مالة قيامة سوى قرب طوباً عدالة أي كفر دون تدبرك أما كسي جند دون تبلا يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسنا وحديث صحيح حوي إخواني في الله عدالة وأساس يوض بدحات أي لام مره يا سجناش أمني ودقن كدتك ووين قيمة له يا صفة دتك إلهي كعب صدا يا دقن كدتك صالحين تا وطريقة أي كبد بعد يا المؤمنين تهدون يا خراب وعنا وجه الرئي وعدالة الضبقة يا بيد إله يا عدك استوى صالحة وإلهي سبحانه وتعالى ودورتي وعنا لفنا بروها سيد كني نبي كني صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وإلهي سبحانه وتعالى وكو أمري سقى يوم الدين سبين عدالة سمية سقى يانا عدالة بلا بين نبي عليه الصلاة والسلام عدالة ما أحمد محكمة ضها هي ميرا وسكى بلا بنتا ومد ما حسرك سو بلا بنتوي إلهي نوح لي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى وعفر يادتك مؤمنين تأه إلى النقضان تذي ستاقة وأقومة وعلى رضا عدالت ودما أنت يثوى قنوة أيها الله سبحانه وتعالى وحسوسين أيوه إلى أن عدالتك قبيرين إذا يعرون أيام أما إذا عذويهين صابتوا عدالة إلهي بأسكره قوموا لله شهداء بالقسط بلا الله سبحانه وتعالى ألا درتي اسكتاك وعدالة أقوم وأوش أكسد وعن دريمنا نبي عليه الصلاة والسلام يا عدالة ديسة أرميه صورا عدل بها يا نبي عليه الصلاة والسلام سألقوا رئيسي رضا ابن إسحاق حديث ألباننا صحيحي إدي مدحنا أن وضيعنا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا إننا كو قبصنين إدي مدحنا نوغردقه وأننا كلا مرمين إيا صدوك له إننا عدالة نراهنا ميل كستوان نتوغنبا لا نخاف في الله اللومة الله أننا قولوا قبقينين ألا درتي عرضة إيا عنانتا إيا إنا نقو قبصته إدو حنانتا سيداس أيان كلاش النبي لا يا نبي عليه الصلاة والسلام منك قيمها بدن له أي الصحابة كدغميين وماذا أنا كوجاميين إياك أنا تابعين أيا كدحلي وعن سق هذا دون دور تصاله وعكوكا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو صحابك وقفل بدن للصحابة النبي عليه الصلاة والسلام سلمك أنا ومد النبي وقفل بدن بارنتي بعد الله لقلي بعد عام كاو لقلي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد بدي يقول رأيي وشذي وحيا هاي قد بتاريخ ذا شيء وأنا سرابي كرتاين فربضان إن أتكم ذا قشان مذاح المسلمين تا أودلي شني لكن يجا أفك بارك وذا أمر دافسي سنة صحابي قال لكن ربي كاهيد لولا شيء سينا وأكد بقي ترى سيرة دي سي تاريخ زادات قشنا وعلى ليس إنه صيف يعني وحويان مغلى وميزان له وقصوا بحي هشيس كاو مدلق علي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحوليه إني وليت عليكم ولست بخيركم وربك أصوى مدح عليك كندي من إهكي ذي كوانا أكسنا وأنقو ذنكم أفل لبدني إن أحسنت فاعينوني هدان وحقاتيوه إلا قبطة ويقو قعصية وإن أصعت فقوموني هدي عن بالمرنة التوسية أو معنى وحي حق يقسو عليا ألا إن ضعيف فيكم قوي عندي قفك إتالك دران أكتا إذا سقى قوية حتى آخذ الحق له إنت أنا حقي سصيني إنت حقه كما قيا أي أكتا إذا سقى قرم ذباهن سقى أيانا قوي كوا ألا وإن القوية فيكم قفك إذن كوا أدبادنا أكتا إذا ضعيف ضعيف كوي أي حتى آخذ الحق منه إلى أن حقك قاضي وأن عدي لهيت
سينيا أبو لي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعكم إذا صحابة صلى الله سقاطين تبذن صحابي عمر الفاروق معروف كوها تاريخنا الله يقانا ملف ربضن الإمام العادل إمام كي عادل كها عمر رضي الله تعالى عنه وعورك يي أما وكوكنا عي أمضى وح كفس هذا إن لغو إصلاحنا يه أما لغو توسنا يه وح عدل قال إلى هذا يعني لغو توسنا ينين إن لوح أكشاكته إن حالة دك دك لغو سورغو إن إذا ما قال الله سميسته إن دك يعني وح ولا عبسي قليه إن الأمن قال لغو سجن لكن أمن قال لغو سجا العدل سيدا درتت آيات صلاة بدن لوس وقاتها أيضا وكورة مايو إمام كوين إلا إلا ما ورد أو علوم السياسة دا وحققرة كتبها فقه غير معروف كوا أيا وحققرة مايا السيرة دا عمر وحكى له شيء يا أهمية دا وعدل يقول لي فعولا يا مقاومات عاد كتشيفة أو شيء سي بركضي أو ريدي تكدى أيو أو هردها الكي قدام بيسي كتيرة إلا وعوا يا الحالة وردن بعبادة كتيرة ربما مركو عبادة لما يرى مقالة كو ريك تير عمر رضي الله تعالى عنه وينقر عندهم بوليس كأيوه هدي الله كوره ياي ترى ذا كبضتي يعني واحد ويان وقت جاس ما يجري سجى كوريجي طبعا ترى نيك وحارك عمر وعدل شيفة أو شيء سيبر كان أو ردي هالك يودن بيسك كجرا وإلهي ما يعيد كلام كعب صني كاسة وحد هذا أميركم هذا أميرنا ترى واحد ولا ياي نيك الكودك بمركا كتجي وليهي عمر يعني وحويان عدلت فأمنت فنمت يعني وحوي عمرو عدالت باصم يصي عدالتي وحي كانتي إن هذا آمن نقطه وذا عبس ويده عبس الآن تنا وحي كانتي إن هذا قمعه وهذا كعلة ذا صيحته بعض الروايات سيدة ابن كثير وكلا البداية والنهاية وحي شيقي يعني أنه هلككو إسلامي يعني بقرده ذا نوح لقيا با دول كون شن كون طبان كون وحن وعاص وكلا أيا أيا أوا إلى هذا ما ذحتو يده أو قار كاي سوي أو أيا قال صيك لا إلى ليا أو محن كل هذا قار بقار أيا يقصي دوي ده لدي إسلام كنا وحي كنتي إنه بنان كاس إسكس هذا عمر رضي الله تعالى عنه أرنت أسوى حكاد حلي عبد العزيز رضي الله تعالى عنه تابع بوها لكن يعني واحد ويا زاهد بوها إلهي كعب صديق وما دنا عدالة السمية طن الدواء ووردوك فك إيران إيو قلوا ياس يعني تركمانستان دولة ياس هي أمريكا معروف وها خراسان هل كاس أمريكا وعليكها طب كم ذا وهي أبها مدني ماذا حوشي ورضاني قلوا وحلا جق قبنا كريو جهذا الإيسيف مو يعني وح كلامه بركا إذا بنكاع صنيع إنا يعني واحد وين ده طلابك قادنه عمر رحمه الله تعالى وحوص قرى جواب أرنا إسا ويسو قاري كتاب كاغي ورقد هذه ويسو قاري وعن ذي شاكت الرأي خراسانين إيهين تضحن وإن لعبوريه وعكتو استيد اللي قليم ميان عن واحد سلاحين ياجرين وعن كو شاكا يابو يرين أدبان شاكت فقد كذبتا بين بات شاكتي العدل والحق وحي إصلاحنا يا عدالة يا حق فابسط ذلك فيهم لبداهم بالشذا وقرين وعكاح عقبتا وهي معروف يا تلمان كل نقطة وحل إلى مسالك المنافقين منافقين توحي لقوية قاني إلهي سبحانه وتعالى منافقين تسوى كورما يوحلا قد أهمتهم أنفسهم وأن مرى النفط ذوني يعني واحد ويان هم يجلس اتكلم ما أقوله اتكلم وما ضنين يان أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ذن الجاهلية مرك لا إله إلا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم دي إله هي رسولك صلى الله عليه وسلم حقه ذا سيأوك على صاران أوك على حكمان إذا فريق منهم معرضون والكايا عيان بولا يهي الله سبحانه وتعالى سوق النبي صلى الله عليه ما أقول وعلى إذا عدالة يعد عدالة تدك وصمينس ويأكل لهم الحق ياتوا إليه مذعنين هذا لكن يقول قرت ليهين
oo ayagu ay ogyihiin meeshan inay wax ku helayaan iyagoon dheg la qabta lahayn bay ku imanayaan buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala. Waa sifaadka lagu yaqaano munaafiqiin, waa sifaadka lagu yaqaano daneystayaasha, waa tilmaamaha ay leeyihiin dadka aan xaqa doonayn, ama madaxa ha ahaadaan ama mija ha ahaadaan. Ikhwaani fillaah, haddaynu doonayno xaaladeennu wanaagsanaato oo beledkeennu hagaago oo ummaddeennu isjeclaato, fa calaynaa bilcadli, waa inaynu cadaalad aynu ogna weyn. Cumar bni cabdilcasiis mar kale nin ka mid ah shaqaalihiis ayaa wuxuu soo qoray fariin odhanaysa, yacni waxa weeyaan magaaladii inay kharaab ku jirto, wax qaqabadna u baahan tahay, waxaan doonayaa buu yidhi dhaqaalahan ku hagaajiyo oon ummaddii wax ugu qabto. Cumar wuxuu yidhi faqad fahimtu kitaabak, war fariintaadii waan fahmay, fa idaa qara'ta kitaabi, warqaddaydaa markaad akhrida haadaa tan, faxassin madiinataka bilcadl, magaalada waxaad ku dhistaa cadaalad, wanaqi duruqaha, wadooyinkeedana waxaad ku nadiifisaa, waxaad ka nadiifisaa min adulm, dulmiga ka ilaaliyo ka nadiif oo ka yacni waxa weeye ka huf, fa innahu yuramimuha, wadooyinka waxaa islaaxinaya oo hagaajinaya ummaddu ku hormaraysaa waa waxa la yidhahda dulmiga oo lagala dagaalamo oo meesha laga saaray buu leeyahay cumar radiallahu tacaala canhu. Sidaa darteed ayaa camar ibnu caas saxaabigii jaliilkaa radia allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay laa suldaana ilaa birijaal, war wax dowlad la yidhahda ma jirto ilaa ragu kaca la helo, walaa rijaalab ka mid a waxyaabaha midnimada xoojiya dab ka mid a waxyaabaha midnimada xoojiya. Wa sali allahuma calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Ama bacdu, ayuha alikhwatu fillaah, usiikum wa nafsi awala bitaqwa allahi tacaala wa bacd. Ikhwaani fillaah, waxaynu ka soo hadlaynay cadli. Cadligu marka yacani waxa weeye xaggee baa loo cadaalad samaynaya, yaa cadaaladda loo samaynaya ayaa su-aasha muhiimka ah ee inuu qof walba fahmo ay tahay. Awalan, cadaaladda koowaad ilaahay baa inaga mudan, waa inaynu caabudno, aynaan cidna ugu shariig yeelin, waa inaadan kelidii ka cabsanno, waan ilaahay kaashanno. markaad cid wax weydiisanaysaa la weydiiso, markaad gargaar u baahatay ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaar weydiiso. wa idaa saalta fas'al illaah wa idaa istacanta fastacin billaah, saasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kula dardaarmayey in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo shariig yeelo oo alla subxaanahu wa tacaala xaqiisa laga hor yimaadaana waa dulmi la galo, dulmiga ugu weyn. ilaahayna wuxuu lahaa alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalard wajacala adulumaati waannuur uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo naftiisa mahadinaya abuuritaanka cirarka iyo dhulalka uu abuurayna, ilaahay subxaanahu wa tacaala ina xasuusinaya ayaa wuxuu inoo sheegay in dadka gaalada la yidhaahdo iyo kuwa ilaahay kheyrkii caabudaa ay ilaahay dulmiyeen oo ilaahay ku gardaroodeen subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed xaqa koowaad ee inaynu cadaalad ka samayno laynooga baahan yahay waa xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala. nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya saxaabigii mucaad binu jabal ayaa wuxuu ku yidhi atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah, mucaadow ma taqaanaa ma soo og tahay xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoommadiisa iyo xaqa addoommadu ay ilaahay ku leeyihiin. markaasaa wuxuu yidhi saxaabigu allahu wa rasuuluhu aclam, waxa uu leeyahay fa ina xaqa allaahi cala alcibaad an yacbudu allaha walaa yushriku bihi shay-a, ilaahay xaqa uu ku leeyahay addoommada waa inay kelidii caabudaan oo aanay cidna ugu sharigiyin. amaa xaqa addoommadu ay ilaahay ku yeelanayaan waxa weeye anlaa yucadibahum man laa yushriku bihi shay-a, ilaahayna wuxuu ballan qaadaysa saaray qofka shirki ka badbaada in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana uu naarta ka badbaadinayo. cidda labaad ee cadaaladda loo samaynaya waa naftaada weyn. naftaada ayaa muhiima in cadaalad u samayso. waxaa laga yaabaa qofku in leeyahay naftayda waxbaaban u doonayaay sidee cadaalad ugu samaynaya. cadaaladdaad naftaada u samaynayso waa inaad xuquuqda kale iska ilaaliso. cid walba xaqay kugu leedahay waa inaad siiso, haddii kale daalim baa tahay, naftaadaana dulmiyaysaa. soo ilaahay in badan qur-aanka kuma odhan uma aladiina kafaruu anfusahum yadlimuun,
misaa qur-aanka ku soo aroortay kaafiriintu waxay dulmiyeen nafood. Markaad xaq cid kale doonayso oo aad dulmi ku samaynayso, waa inaad ogaato cidda u qoolan ee berri ka maalin adduun iyo aakhiraba ay dambarsanaysa inay adiga tahay wey. Sidaa darteed ayaa waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam la kulmay saxaabigii Salmaan Alfarisi radia allahu tacaala canhu, oo waaninaya nin ay walaal ahaayeen oo nebigu walaaleeyey Abi Darda radia allahu tacaala canhu. Markaasaa wuxuu ku leeyahay maray gabadhiisii u cabatay Salmaan oo ay ka cabatay ninkani inaanu damba ka lahayn, ayaa wuxuu ku leeyahay Salmaan, ina lirabbika calayka xaqa walinafsika calayka xaqa waliahlika calayka xaqa facdi kulli dii xaqin xaqahu. Salmaan wuxuu ku yidhi war ilaahay xaq buu kuu leeyahay, naftaadu xaq bay kugu leedahay, ehelkaaguna xaq buu kuu leeyahay, meed walba xaqiisa sii. Nebiguna waa u sugay calayhi salaatu wasalaam. Maqaaladaas sida xadiiska saxiix al-Bukhaari ku sugan waa u sugay, waana yani waana sidaas wey. Marka cid kasta xaq ay kugu leedahay inaad siiso, waa xaq ay naftaadu kugu leedahay. Xaqa saddexaad yaa kugu leh waa xaqu maca annaas, xuquuqda ay dadku kugu leeyihiin waa loo cadaalad samaynaya. Cadaaladda markaa xuquuqda dadku waa mid aad u ballaadhan, waa la koobi karay, laakiin qaar baynu ka xusaynaa. Kow waxaa ka mid ah alcadlu fi lqowl, hadalkaad odhanayso waa inuu hadal cadaalada yahay wey, ee aanad gardarro ku samayn. Ilaahay wuxuu leeyahy waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba, markaad odhaah odhanaysaan cadaalad sameey. Xataa hadduu qaraabadaada yahay, hadduu shisheeye yahay, hadduu cadow gaalo ay yahay, waidaa qultum facdiluu beenha ka sheegina, run sheega wey. Dalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun buu leeyahy Alla subxaana watacaala. Waxaa ka mid ah alcadlu fi lqadaa, marka dadka la kala xukumayo in cadaalad la sameeyo oo qof walba xaqiisa la siiyo, ee aan loo eegin mujaamalo iyo haddii alla ku rayo kanaa kuu dhow iyo kanaad wax ka haysaa, waa inaan loo eegin wey. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska Burayda waxa uu leeyahay alqudaatu thalaatha, qaadiyaashu waa saddex, ithnaani fi nnaar, laba waa ahlu naar weeye, wa waaxidun fi ljanna, midna waa ahlu janna. Rajulun calima alxaqa faqadaa bihi, nin xaqii u muuqday oo dadkii ku kala xukumay fa huwa fi ljanna. Wa rajulun qadaa linnaasi calaa jahlin, iyo nin dadkii ku kala xukumay jahli waxba ma garanayo, caqib iska baalmaray fa huwa fi nnaar, kaasina waa ahlu naar. Wa rajulun jaara fi lxaqi fa huwa fi nnaar, ka saddexaadna waa nin xaqii u cadaaday laakiin laalush baa la siiyey, ma isku reerban yihiin, ma ayaana waxa weeye wax kale u eegayaa, xaqi buu baalmaray fa huwa fi nnaar buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Alcadlu fi iqaamati alxuduud, xuduudda iyo oogideeda ayaa iyadana loo baahan yahay in cadaalad laga sameeyo oo aan loo eegin kani hantibu haystaa, kani waxba ma haysto, midkani waa madax, kani madax maah, ninkani waa shariif, kani shariif maah. Nabiga calayhi salaatu wasalaam qadiyadii gabadhii makhsuumiyadda ahayd markii looga ergeeyey muxuu yidhi, innamaa ahlaka alladiina min qablikum annahum kaanuu idaa sariqa fiihim shariif tarakuuhu, qolyihii idinka horreeyey waxay ku halaagsameen ee alla ku dumiyey waxay ahayd kooda magac alihi markuu waxxado ama dembi galo way iska dayn jireen, haddii ka daciifkii galana xadkii ku ogi jireen buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu weliba tusaale soo qaatay, haddii Faadima binti Maxamed ay maanta wax xadi lahayd gacantan goyn lahaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waxa loo baahan yahay marka cidda qaadiga ah ama cidda xaakimka ah cadaaladda inay sidaa u ogto wey, saa inay u ogto. Waxaa ka mid ah cadliga ikhwaani fillaah alcadlu fi sulxi, marka dad la heshiisiinayo ee erga la soo diro ee darafyadii isu yimaadaan waa inay dhammaantood islaax iyo wanaag ka shaqeeyaan. Waa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa fain baqad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu allatii tabqii xataa tafia ilaa amri illaah fain faa'at
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين. وصفات كذلك المؤمنين تلقوا يقنوي ووحى إلهنا فري سبحانه وتعالى ما هينا تراذان وحن كسر هذا رهبل وحن كسر هذا يعني وحى ويرهبل وحن كسر هذا عين كسر فين إياه وكاتوا هيو ما وين عدالة والنقطة كريقان يلا ير يعد عودوي عد حق لنا أتي صصاصة لقيا قنادات كمسلمين تا وعكم إذا عدالة وعلى هذا العدل في الثروات إن يعني وحويان عدالة لقسم أيه قيب سجا دقالة هي هنتذا هي هدي اللي كورن يهاي يعني وحو مدة كده حية وأنا عدالة ضرر لو كين أيا كم يدوي ولا أنت وح كذب شيء صحابة رسول رضوان الله عليه مال ما كم إذا أيا صحابي عمر بن الخطاب شايف كيف خد بدي لا بقى أبو حري تذكر كلامنا قا كري حري أنت يعني واحد المسلمين تسوق قدر الله قيبي أيا لو ذحري طبعا ترى عمر مركو يري أيها الناس اسمعوا وأطيعوا أيا مت كم إذا رجع دقيسنا يحكوا لا سمع ولا طاعة كم أغلى منه كل أطيع من عمر يحكوا يا عبد الله لما حداي وعوري لما أنت يا حبت قابا نصيصي أدنى الله قابا سيدته مركز يقول يا عبد الله هنا كيسي أو ماشي فدي يقول كا عبد الله يو بس يكوي ما دنا لبعض قو شك ده أنا عبد الله يبقى هذلي أو وحوي رحوله إلا قيبي أي أبا يقول كسو هجا يقول لي كان واي ده أنا كهيج بانو قد دراي لبعض قو أبا ساسو كحدي هو حضرت كدير هذاي ما تشيرين مركي إلا قيب سنة الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين نكي سوا خجل سن أي واحد حض ضايع لقوا مقلة يا أمير المؤمنين يعني واحد ويا لقوا دقي سنة سادرت واحد ومضى كده حياة إن يضد لقى الرقدان ويا يجوا يسكف الليسيان أنت كلنا يعني واحد ويا لقى قضية وظلم يا حق دراي يا كجرتوي أخيرا سلامك واحد وفري ضد كمسلمين تا حتى إن عدالة الله سما يعد المسلمين تاعي وأن حق هذا اللي واحد قد بين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا قراءة علتهين أما عرى إذن كان حيصه يعني عدالة إذن كان حين يقول الله سبحانه وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى سادي الله كقعب صار يسار سادي الله يقول دوار يسار وحوية إلى عدالة سميسان يقول الله سبحانه وتعالى سيدا درتاد يعني وحوية مواقف عجيبة أي صحابة النبي صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام كسو ناطي بل ما المعه كم إذا أي واحد قبض صدي عمر صحابي عالم أبي طالب يني يهودي دوات أنا عمر بس كل الدعوة دي مادين نك يهودي عمر كسر الدعوة دي علي بالله ياري مكي الله ياري إلا سهر فريسي أي عمر وحو يري يعني واحد ويان نك هذا هو هذا اللي مجيء سوق ياري هبل هبلو هذا البول هو هذا اللي دعوة دي سوب شكت هاي ماذا تقول يا أبا حسن بكوي لمركا عمر أبو الحسن أو حال لا أذقنا الليل مركا أبو الحسن وعلمنا بطالب رضي الله تعالى عنه حال وحد راضي كاسا عمر وحلي ورما وحد كعراطي ما أنت أذقس يعني وحوة يا عالية إن أنك سوءك فريسيني يهودي ما يبوي لي يا أمير المؤمنين كما عران لكن وحن كعراضي بيودي أذقا مركا دي سجل الله ليس مجي عيسى شكت أني كان مركز الله اللي سنة كنية إذا شكتوا عرفت مركز كنية ذا ويجعل عين هنيك يا أبا هبل مرقبة يعني واحد من قبة يا أمان وين بواحد معناه أني كان وادي أمان تي سكان ما يجلس عادي هذا كله واقضي بول هنا الله بده يذهب ما قعد النوقي هذا هنا الله بده يذهب كنية ذا شكتوا يا هيدا هنا نكرا صارت ما يا هين يعني هو هل كاسك قاعدي عدالة ضدك مسلمين تا صلوا وسلموا على من أمركم الله بصلاة وسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين